حضرات السيداتي والسادة، يسمحوا لي قبل الختام أن أنوه بأن المديرية العامة للأمن الوطني أضحت اليوم تتوفر على رصيد مادي ولا مادي في مجال حقوق الإنسان لا يسعها إلا أن تفخر به اعتبارا لما راكمته من خلال تجربة رائدة في هذا المجال. ندوة دولية بشراكة المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان تبع الاتفاقية التي تمت بين السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني في 14 شتنبر 2022 من أجل التعاون بين المؤسستين في إطار تكوين وتدريب الضباط العاملين ميدانيين في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة. وهذه الندوة كما كتشوفوا هي ندوة عالمية وحاضرين فيها خبراء دوليين، خبراء على المستوى الإفريقي، على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العربي كذلك، وكذلك فيها مجموعة ديال الحضور ديال مجموعة ديال المرافق ومجموعة ديال المؤسسات بما في ذلك مؤسسة الأمن الوطني، الدرك الملكي، قضاة النيابة العامة والسادة القضاة، كذلك حضور السيد رئيس النيابة العامة والسيد ممثل رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذلك سفراء أجانب والسيد عميد السلك الدبلوماسي العربي والسيد عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي. وهذه الندوة هذه غادي تنبثق عنها مجموعة ديال التوصيات إن شاء الله في المساء بعد المناقشات اللي تمت الإدارة ديالها من طرف الأستاذ حرزني، وهي داخلة في إطار هذا التكوين والتكوين المستمر والتخصصي اللي غدار للضباط واللي كان سبق الإدارة العامة للأمن الوطني بدات فيه منذ سنة 2016. وهذه المادة ديال حقوق الإنسان كذلك تدرس في المعهد الملكي للشرطة القضائية تقريبا من سنة 1990، ولكن الآن وفق مناهج وفق مبادئ ديال المانديز وفق المبادئ ديال مانديلا وفق مجموعة ديال المبادئ المتعارف عليها كونيا، وكذلك الدستور المغربي جاب مجموعة من النصوص والفصول في هذا الإطار، وكذلك الاتفاقيات اللي وقعت عليها المملكة المغربية في هذا الإطار في إطار المواثيق الدولية، وكذلك الخطاب ديال صاحب الجلالة اللي كنستبندوا كذلك منها هذه التوجيهات السامية ديالو في إطار الحفاظ والحقوق والحريات الجماعية والفردية والمعاملات الحسنة في إطار الممارسات ديالنا كضباط الشرطة القضائية وكضباط ديال التحريات والأبحاث. شكرا. ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين.